سمو الأمير، أنهيت المرحلة الثانوية والتحقت بالجامعة لدراسة الهندسة. نعم. لما اخترت الهندسة؟ والله كان يعني شعور أعتقد عام على الجيل اللي أنا أتيت منه، أنه العلوم الطبيعية مثل الهندسة مثل الفيزياء والكيمياء وغيرها من هذه العلوم هي المجالات اللي لابد الإنسان أن يتبعها. فكان عندي هالطموح، وفي المدرسة الثانوية كان عندي ميل للمواد العلمية، ووضعت في برنامج في لورنس في المدرسة النموذجية متطور عن مع مجموعة أخرى من الطلبة في هذا المجال. عندما ذهبت لجامعة برينستون لأكمل دراستي في الهندسة، للأسف أنه وجدت أنه المستوى الجامعي يختلف نوعا ما عن مستوى المدرسة الثانوية، وبدلا من أن أستطيع أن أنجز دراساتي في علوم الهندسة بالذات رسبت في كل علوم الهندسة. فالجامعة من تقاليدها ومن أنظمتها أنه من يرسب في المادة اللي هو اختارها أنها تكون هي مادته في الدراسة أن لابد أن يترك الجامعة. فتركت الجامعة، ولكن كان هناك ملحق ثقافي للمملكة العربية السعودية في نيويورك، الله يرحمه دكتور عمر أبو خضرة، كان له صداقات في جامعات مختلفة من الولايات المتحدة، فرتب لي أنه ألتحق في العام اللي بعد ذلك في جامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن دي سي، وفعلا ألتحقت في تلك الجامعة. وغيرت التخصص؟ غيرت طبعا، يعني تركت الهندسة، وبالأحرى الهندسة تركتني ودرست في كلية إدارة الأعمال في جامعة جورج تاون.